السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله متابعي الكرام، دائما نتشرف بخدمتكم ومتابعتكم. أيضا انتشرت في الآونة الأخيرة الأيام الأخيرة بعض الفيديوهات من ناس يعتبرون نفسهم مشاهير أو غير مشاهير بخصوص بريمارك سوف أو ممكن يفلس وممكن يغلق وممكن إلى آخره. طيب أخي العزيز، ممكن تثبت لنا أن من وين جبت هاي المعلومة؟ طب أنا جايب لكم معلومة من جريدة دسان، بتقول هاي الجريدة أنه الستور لح يفتح أو محلات بريمارك لح تفتح، ترجع تفتح يوم 15/6. طبعا هم غلقوا 189 محل. خلي بير الشاشة، أنا يمكن بعض ما يحب أنه أصور نفسي. هم غلقوا 100، لاحظ الأجواء اليوم جميلة جدا. غلقوا هم يوم 22 مارس 2023 189 محل في كل بريطانيا العظمى، طبعا بأمر من السلطات. تقريبا صار لهم 12 أسبوع من غلقوا هاي المحلات. سوف تفتح هاي المحلات يوم 15/6. تفتح قد تفتح من عندها؟ تفتح من عندها 153 محل. طبعا هم اثناء هذا الحجر الصحي اغلقوا هم 12 اسبوع، تقريبا 3 اشهر تقريبا، خسروا بما يعادل 650 مليون. طيب نتكلم عن انه لح يفتحون، هم لح يصير النظام على شكل من تدخل من المحل. طبعا الجل مال تنظيف الايد موجود، هم ايضا تنظيف المحل موجود. ممنوع تقدر، واحد يقول انا اريد اقيس هذا البنطلون او المدام، تريد تقيس هذا النفنوف، ما يصير، ممنوع. No testing making. Monk text. Storage return. عندك فقط 3 أيام إذا تريد ترجع الحاجة. طبعا ملابس داخلية ممنوع ترجعها. طبعا أصبح دخول بريمارك على شكل one way system، يعني تدخل من هذا الباب تتابع الإشارات الموجودة على الأرض، وبعدين تروح على الصندوق حتى تدفع، ومن ثم تطلع من باب ثانية، ما تطلع من نفس الباب. ليش؟ حتى ما يصير ازدحام الداخلين والخارجين. طبعا بعد هذا السناب لح احط لكم الرابط مال جريدة The Sun اللي هي نزلت الخبر، تقدر ترفع الشاشة وتقرأ الخبر بنفسك وتتأكد من عنده. حياكم الله، لاحظ الأجواء هنا شلون جميلة.